وجهت النقابة التونسية للفلاحين نداء استغاثة بسبب ما وصفته بانهيار الفلاحة في مختلف القطاعات من منظومة زيت الزيتون ومنظومة الدواجن والألبان وغيرها. كان هذا خلال المؤتمر الصحفي نظمته النقابة تحت عنوان انهيار المنظومات الفلاحية بين تهديد أمن الغذائي وتفقير الفلاحين. ومن جهته بين رئيس النقابة كريم داود أنهم يطلقوا صيحة فزع عالية لأن الأوضاع اللي وصلها القطاع اليوم شارفت على كارثة حقيقية للمنظومات الفلاحية الكل والفلاحة بصفة عامة والفلاح يقسي ومعناتها في أزمة خانقة اللي تمس القطاع الفلاحي ككل. مش أول مرة نعملوا ندوة صحفية، مش أول مرة نعملوا نخرجوا بيانات، مش أول مرة معناتها نجدوا معناتها نقوص الخطر. اليوم وصلنا لقاع البير بالنسبة للفلاحين أو البحارة. المشكل الأساسي يرجع الكلفة الإنتاج. الفلاح في القطاعات الكل في المنظومات الفلاحية الكل قاعد يخسر تدري بشوي بشوي قاعد يخسر في الفلوس. في الحليب مثال يخسر ما بين 150 إلى 200 مليم على إتر الحليب. ما فما مشكلة في حوكمة القطاع اللي نشوفه من الحكومات المتتالية اللي ما فماش نظرة استشرافية. وجه السيد ميداني الضاوي عضو المكتب التنفيذي رسالة رئيس الجمهورية يدعوه من خلالها باش يتدخل لحل أزمة القطاع الفلاحي. راه المستهلك يحب ياكل خيرات بلاده، ولذلك احنا في تخبط تام وفي ايادي مرتعشة، بل بالعكس في اياد لوبيات يعني عندها عقود تتحكم في مفاصل الدولة. ولذلك نحبوا قرار سيادي، قرار رئاسي يعني، ونعاود نكرر الدعوة لرئاسة الجمهورية. انتخبناه على أساس شنو؟ مش انتخبناه على أساس أنه رئيس ثوري باش يتدخل في قطاعات المخلة ويصلح ما يجب إصلاح. يا أخويا احنا ما قلنا لكش صلحها في نهار، أما هاو قطاع حارق، هاو يعني المستهلك متضرر والمنتج متضرر، وحلقة الإنتاج راهي تساوي الأمن الغذائي، والأمن الغذائي يساوي الأمن القومي من مشمولاتك. وينك يا رئيس الدولة؟ رانا احنا جوعنا في بلادنا ومن خلالنا باش يجوع المستهلك، ولذلك يجب التدخل العاجل حتى يعني ننقذوا ما يجب انقاذ. نعاودوا راي الدعوة ملحة. والله مشاكل القطاع بالاساس هي وفرة منتوج متزامنة مع ارتفاع كلفة انتاج. اليوم مستويات الانتاج من بيض الاستهلاك ودجاج اللحم تفوت بكثير احتياجات السوق المحلية، وذي ما ردوا قرارات خذها سيد وزير التجارة في أول 2019 بتوريد بيض التفقيس اللي منا حب يرفع مستويات الانتاج للحجة أنه يخفض في الأسعار عند التفصيل. لكن القرارات الأحادية اللي خذهم بدون الرجوع للمهنة أو للمجمع المهني المشترك نجر عليها وفرة كبيرة متاع انتاج. اليوم عنا من شهر ماي إلى حدود اللحظة قاعدين نبيعه بقل من سعر كلفة، خسائر جسيمة تقدر معناها بعشرات المليارات. هذه فيما يخص أسعار البيع. احنا عندنا إشكالية ثانية فيما يتعلق بكلفة الإنتاج، معناها عندنا فرصة حقيقية باش يقع الضغط عليها، ولكن السيد وزير التجارة نشوفوه يغض الطرف على الموردين اللي محتكرين قطاع الأعلاف. وطالبت النقابة كل القائمين على الشأن الوطني بالاستيفاء في مجابهة الجوع اللي هدد بلادنا، وأكدت على جدية الحلول اللي تطرحها.